والذي اتفق عليه الناس جميعا ان يزدكي هو فريضه الصيام. اعظم شيء فرض في هذا الشهر هو الصيام. لماذا الصيام؟ ايه الفكره ان ربنا سبحانه وتعالى عمل عباده اسمها عباده الصيام؟ اذا تفكر اي منا في هذه العباده العظيمه ستجد ان الله عز وجل قال: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الهدف من الصيام ولا اكل ولا شرب ولا ولا ولا، الهدف واحد فقط هو التقوى. ليه التقوى؟ لو تفكرت في اي عباده حضرتك بتعملها، اي عباده من اي حد فينا، ستجد ما من عبادة إلا ولها حظ في الدنيا أو حظ في النفس. أي كانت هذه العبادة، يعني حضرتك طلعت إلى الحج، أنت طالع تتعبد إلى الله عز وجل، ولكن برضه فيها إيه؟ إن شاف لك وأنت رايح تحج، وعرفوا إن فلان راح يحج، وهو راجع من الحج راح يسلموا عليه، فيها شيء برضه من الدنيا. عبادة الصلاة، إن شافوك وأنت رايح المسجد، وأنت راجع من المسجد، وأنت بتصلي، وأنت بتتوضأ، برضه مشاهد. عبادة إخراج الزكاة، الشخص اللي بياخد منك الفقير اللي بياخد منك الزكاة شايفك أنت بتدي له الزكاة، فبرضه يعني بيبقى جواه شعور جميل ناحيتك إن أنت ساعدته. كل عبادة ليها حظ في النفس إلا هذه العبادة. أنا ممكن أكون قاعد في البيت وباكل وبشرب وبعمل كل شيء ومحدش يعرف، وقدام الناس مظهري أنني صايم. فالعبادة الوحيدة التي ليس لها حظ في الدنيا هي عبادة الصيام. لذلك لا تتعجب حينما تسمع الحديث القدسي من الله عز وجل ويقول: اما الصوم فانه لي وانا اجزي به. الصوم لازم يكون ليا، لان هو ملوش اي نصيب في الدنيا، هو كل اجري في الاخره. لذلك تجد القران الكريم قال ان نتيجه هذا الصيام ماذا تفعل؟ تحقق التقوى. ليه بقى؟ لان انا لو مش بدور على الناس خالص، انا لو بدور على الناس هجلس في بيتي اكل زي ما انا عايز، اشرب زي ما انا عايز، اعمل اللي عايزه، ولما اطلع قدام الناس ابقى عادي اقعد ما اكلش واشرب ولا اي حاجه. انما انا بمتنع ومش عامل حساب لاي حد الا الله عز وجل. الوحيد اللي براقبه وبنظر له ومتابعه هو الله عز وجل. فده بيربي التقوى في القلب. ليه؟ لان انا يتملكني شعور الله عز وجل يراني. انت ما بتاكلش دلوقتي ليه؟ ما شايفني. ما بتشربش ليه؟ ربنا شايفني. ما بتشتمش ليه؟ ربنا سامعني. ما بتضربش ليه؟ ربنا يراني. هذا الشعور يتملكك، فيحصل لك نوع من التقوى، ان انت تبقى بتخاف من ربنا سبحانه وتعالى على كل احوالك. فتكون النتيجه بقى تكون في شغلك، عايز تغش في شغلك تتذكر الله عز وجل يراني، عايز ازور الله يراني، عايز طالب في امتحان يغش الله يراني، تبقى كل حياتك بهذه الطريقه. لذلك تلاقي حتى الموظف الفكح اللي بياخد رشوه تلاقيه بيكسب شويه في رمضان، يعني لو بياخد 100 في رمضان تلاقيه مكسوف، ولو بالعافيه ياخد. برضه التقوى بقى لها تاثير. فاذا اول عباده انفرض بها هذا الشهر هي عباده الصيام. لذلك اذا قرات قول الله عز وجل حينما ذكر: ونحن خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. الله عز وجل يخبرك انه هو الذي خلقك ويعلم كل امراض قلبك، هو يعلم كل الامراض التي في قلبك وفي عقلك وفي نفسك. لذلك يعلم ان اعظم وسيله اصلاح لهذه الامراض ان تربي نفسك على التقوى عن طريق الصيام. فلذلك طلب منك ان توقف الصيام، فجعلك صيام في العشر المحرم، جعلك صيام عاشوراء، جعلك صيام يوم عرفه، صيام اثنين وخميس، صيام ثلاثه ايام في وسط الشهر، لان الله عز وجل يعلم ان هذا الصيام يصلحك، فعايزه معك. فربنا سبحانه وتعالى يريد ان يكون هذا الصيام معك طيله العام. طالما ان فيه صلاح لك تمسك بهذا الصيام، فيه الصلاه. فاذا اول خطوه اذا اردت ان ترجع الى رمضان لا تقطع علاقتك بالصيام. خلي دايما في علاقه بينك وبين الصيام، على الاقل كل اسبوع ولا هتصوم يوم، بس العلاقه ما تقطعش. طول ما في علاقه مع الصيام هناك تقوى، هناك صلاح للقلب، هناك خوف من الله عز وجل، هناك مراقبه الى الله عز وجل، هناك صلاح لاحوالك كلها.